السلام عليكم، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. دونك اليوم غادي نتحدثوا على موضوع سرطان القولون والمستقيم. سرطان القولون والمستقيم هو تكون خلايا سرطانية على مستوى الجدار المعوي لو كولون او بيان المستقيم. والاعراض ديالو تقدر تكون هزال، تقدر يكون نزيف على مستوى المستقيم، يعني واحد تيخرج الدم في الخروج الكبير ديالو، تيكون القبض بعض المرات، تيكون الالم بعض المرات، تيكون الهزال كما قلت لكم، واحد كيضعف، وبعض المرات ما تيكونوا حتى شي اعراض، خصوصا اذا كان داك السرطان مازال ما تولاش سرطان، يعني كيكونوا زوائد لحميه مازال ما تحولاتش لسرطان. إذن الأسباب ديال سرطان القولون، كنلقاو النظام الغذائي اللي كيكون غني باللحوم الحمراء، يعني الناس اللي تياكلوا اللحوم الحمراء بحال البقري تيكون عندهم عوامل خطر ديال سرطان القولون والمستقيم. كنلقاو كذلك الأطعمة الغنية بالدهون المشبعة لي زاسيد غرا بولي ساتوري، حتى هي كتشكل لنا واحد عامل خطر في تكون سرطان القولون والمستقيم. بالنسبه للكشف المبكر، فكنقدروا نديروا واحد لي طابليت كيتسموا ليموكولت باش نشوفوا واش هناك دم مخفي في البراز، وبيان سور او بالطبع التحليل اللي خصنا نديروه هي التيوت المصران الكبير. هذه نقطة لا يختلف فيها اثنين، التيوت المصران الكبير هو اللي غادي يبين لنا المصران كيفاش داير من الداخل، واش كاينين فيه زوائد الحمية ولا لا، واش كاين فيه سرطان ولا لا، باش نهزو منه عينات ونديوها للتشريح المرضي باش نكتشفوا واش كاين سرطان ولا لا. وبالنسبة للوقاية، الوقاية هو الأكل الصحي الغني بمضادات الأكسدة. مضادات الأكسدة يعني الفواكه الخضراء، الفواكه الخضراء، الخضر، شرب الماء بكميات وفيرة، أكل الخبز الكامل، يعني أكل صحي، يتسمى لو ريجيم أليمونتير ميديتيرانية. هذا هو لو ريجيم اللي خصنا كاملين نعتمدوا في الغذاء ديالنا باش نحميو نفوسنا من سرطان القولون. وبهذا نصل الى نهايه هذه الكبسوله، نتلاقاو ان شاء الله في كبسوله مقبله. شكرا.